السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج أسرار التنزيل الذي يأتيكم من على شاشة قناة سمراء الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في الحلقات السابقة أخذنا العديد من المواضيع المهمة والتي ركزنا من خلالها على أهمية التفريق بين بعض المتشابهات من الكلمات والألفاظ في القرآن الكريم، فكما أشار ضيوفي الأعزاء ومنهم الشيخ محمد طه حمدون إلى أن ربما هنالك في بعض الكلمات تكون الحركة أيضا لها تأثير بمعنى الكلمة، أو الحرف الواحد له أيضا تأثير في لفظ الكلمة ومعناه، وهذا ما كشفناه أيضا في الحلقات السابقة. لازلنا نرصد هذه الخلافات أو الاختلافات في الألفاظ وما شابه ذلك في القرآن الكريم. اليوم في هذه الحلقة سنختص بمواضيع مهمة قد يهتم بها الكثير من الناس للفصل فيما بينها، وهي عدة مواضيع سنتحدث سوية مع سماحة الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون. أهلا ومرحبا بسماحتكم معنا في هذه الحلقة. حياكم الله سماحة الشيخ. يعني لدينا الكثير من المواضيع المتشابهة، أيضا موضوع مهم كثر ذكره في القرآن الكريم وقد التبس على الكثير من المتابعين أو المؤمنين المسلمين، اللفظ في مثل هذه، ألا وهو إبليس والشيطان. فكيف يمكن الفرق بينهما وما القصد من هذه وهذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ورسول الله صلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعده. إبليس والشيطان، طبعا القرآن ذكره في معرض، في أكثر من معرض ذكره من باب التحدي الأعظم الذي يواجه به الإنسان. والله تعالى في أكثر من موطن نبهنا إلى أنه أن التحدي الأعظم ليس في الوصول إلى الله تعالى، والعوائق من أعظمها وأكبرها بعد النفس والهوى هو كذلك إبليس. ولذلك دوما حين يستعرض إبليس في الدنيا أو في الآخرة، المعرض القرآني يأتي به تنبيها أنه عدو لكم فاتخذوه عدوا، وبالتالي هو أخرج أبويكم من الجنة ليري سوآتكما، وبالتالي يعني يجعل القرآن المعرض، حتى أنه يوم القيامة يجعل خطبة خاصة لإبليس باعتبار أعظم الغوايات هو ما قام به إبليس. فيذكر منها أنه يقوم خطيبا في أهل الموقف الذين اتبعوه، ويستعرض سلبياته وما عمل فيها، وبالتالي وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني أنا خلص أنا لا أنفعكم بشيء، وكل ما فعلت هو أنكم اتبعتوني إلى الهاوية. هنا كان أيضا إبليس والشيطان كما قلنا المعرض الذي ذكر القرآن ذلك هو تنبيها لنا على هذا العدو الذي يرانا هو وقبيله من حيث يعني وقبيلته وقومه من حيث لا نراه، فكان التحدي أعظم، لأنك إذا رأيت العدو يمكن أن تتقي منه، يمكن أن تحترس منه، لكن أن يكون لك عدو يتربص بك الدوائر ويريد أن يهلكك ويجعل لك المعوقات وبعد ذلك أنت لا تراه، تكون المهمة أصعب. وبالتالي هو لما أخرجه الله تعالى قال لأغوينهم أجمعين، والذي قال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين. هنا كان التحدي عظيم أن الإنسان سيواجه هذا، لأن الله تعالى ذكرنا من قبل أن سلعة الله غالية هي الجنة. ولذلك أراد الله تعالى أن يبين الصادق من الكاذب، فأنت في سيرك إلى الله تعالى ثم أنت تصل، لو أن الإنسان جرد من كل العوائق وكل المعاني المؤثرة في سلوكه إلى الله تعالى، لوصل الناس كلهم آمنون، ووصلوا كلهم يعني إلى طريق الجنة، وصلوا كلهم سالمين، وبالتالي كانت النجاة هي مركبهم جميعا. ولكن كيف يميز؟ يمحص الله الذين آمنوا، ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا أحسب يعني عبالهم هكذا الأمور؟ لا بد أن يفتنوا، لا بد أن يمحص الذين آمنوا، لا بد أن يعلم المنافقين. والفتنة هنا الاختبار في كل شيء. الاختبار في كل شيء. أحيانا يبتلي الإنسان بالخير فيراه ماذا سيصنع، ثم يبتليه بالبلاء فينظر ماذا يصنع،
ويبتليه بهذا وهذا وينظر ماذا يصنع، يجرده من كل شيء ثم ينظر ماذا يصنع، بالتالي يجعله على كل أحواله لينظر أهو يستحق رحمة الله تعالى، يستحق الجنة. ثم بعد ذلك هو الإنسان يدعي يقول أنا مؤمن بالله، هو كلنا يدعي ذلك، وكل يدعي أنه جيد وأنه محسن وأنه متفضل، لكن متى يميز؟ حين يعرض على هذه الفتن والمحن. بالتالي إبليس الله تعالى يستطيع أن يمحقه وينهي أمره، ولكن الله بعلمه وسابق كرمه أراد منا أيضا أن يختبر هذه النفوس الضعيفة. بالتالي حين يقبل الإنسان، حتى أن مضاعفة الحسنات، لماذا ضعفت الحسنات؟ قالوا لأن فيه تحدي، لأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة مثلا أو قام إلى الصيام أو قام إلى الحج، قعد له إبليس وشياطينه ثم قاموا يزينون له ويمكرون له، وبالتالي هو تجاوز هذه العقبة فأجر أجرا ثاني، ثم نفسه تدعوه إلى المكوث والجلوس فتحداها فأجر أجر ثالث، وهكذا حتى يصل إلى 10 أجور مضاعفة. في القرآن الكريم طبعا ورد لفظ إبليس على أنه اسم علم لهذا الشخص الذي عصى الله تعالى وامتنع من السجود لآدم. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هو علم، اسم علم، كما أن فلان اسمه كذا وكذا كذا، فهو اسمه إبليس. طبعا الآيات كثيرة، مأخوذ الأصل من الإبلاس من شدة اليأس، لأن الله أبلسه من الخير كله، يعني أيسه منه، ويوم تقوم الساعة يقول الله تعالى يبلس المجرمون، فاستخدم كلمة يبلس بمعنى ييأس المجرمون. طيب هنا رح يضع سؤال، هل كان إبليس هو اسمه حينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم؟ يعني خلاف هنالك، بعض الإسرائيليات تحكي أن اسمه غير هذا الاسم، ولكن القرآن إحنا عندنا في القرآن الكريم قضية اسمها المبهمات. يعني الآن ما اسم فرعون، فتذهب إلى الإسرائيل فتجد يضعوا لك أسماء كثيرة. لماذا قال يعني أصحاب الكهف وأضمر أعددهم؟ تجد أقوال، ثم تجد إلى كثير، مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة إيش اسمه؟ تجد في كتب الإسرائيليات وكتب تفاسير أخرى وكتب التفاسير، فتنقل لك وتستوعب أن فلان كذا وقيل اسمه كذا. يعني لو علم الله فيه خيرا لوضع، لكن الله تعالى يعني في القرآن الكريم سمة عامة يجمل الأسماء إلا ما ندر، يجمل الأسماء، يهتم بالمواقف. يعني هو ثاني اثنين إذ هو في الغار ما قال أبو بكر، هو استغنى أنه هو الموقف إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني معك التي من معه، الله تعهده وأنتم تخليتم يعني عنه. يعني أفهم من كلامك شيخنا هو الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي مثل هذه المواقف أراد أن يبعدنا عن تشخيص الشخص ذاته، تشخيص شخصنة القضية وذهب بنا إلى الحادثة، إلى الحادثة، إلى عليها. القضية. بالتالي القرآن يهتم كما قلت بالمواقف، القرآن يذكر المواقف ما يذكر الأشخاص. لربما إذا إلا اللهم كما قلت في بعض حكايات الأنبياء والمرسلين حتى يكون معلم، هاي علامة فارقة في الأمم ويحتاج هنا ذكر الأسماء، لكن مع ذلك المواقف في القرآن كما قلت القصص والحكايات المهمة، بل أن حتى قصص الأنبياء تفاصيل كثيرة هي مبهمة، مبهمة الأسماء، يعني القصة أنت تفهمها لكن جزئياتها القرآن يعني ما أضمره فهو ما يريد وصف، ما يريد منك. ربما يكون الأمر تشويقيا يعني حتى يخليك تبحث. لا 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 القرآن لا 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 يبه يعني لا ي لا لا وذلك قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك ولا لا تروح تسألهم ولا تتعب روحك ولا كذا، أنا أضمرت والموضوع انتهى. وهو نبي رسول يعني، ومنهم من لم نقصص عليك، فلا تدور ولا تبحث، أنت غير مكلف. هذا يعني هو القرآن يعلمنا دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ربه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يعني العلم الذي لا ينفع ولا يحتاج الإنسان، لا يزيد له ثمرة، ما يحتاج يبذل به جهد ويروح يسعى به. يعني أنا ما أتعجب حتى من كثير من فعل المفسرين حقيقة، يعني يشرفون الورقات الكثيرة والكلمات الوفيرة والجهد الحقيقة الذي لا طائل تحته، حتى يتوصلوا إلى اسم كذا أو إلى وضع كذا أو إلى تشخيص كذا، ثم يناقش روايات إسرائيلية. يعني خلاص لو جهلناها ماذا ما ضرنا، ولو علمناها ما نفعنا.
يعني ما راح يزيدنا شيء، ولو علي لو كان في خير لأظهره الله تعالى، أو على الأقل يعني وكل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تبيان هذه الحقيقة، ولكن هو جعله مبهما لغاية، هو أنه يعني أراد أن ننشغل بالموقف، أن ننشغل بالقضية، أن ننشغل بالحالة والدروس المستنبطة دون أسماءهم، دون تفاصيل ليس للمرء فيها دخل. كثير من القصص يعني لما تنظر لقصص سيدنا يوسف كثير من تفاصيلها ممتعة، كتب الإسرائيليات دون أسماء، ولكنه أنت يريد منك ما أظهره لك فخذه وانتفع منه واتكئ عليه واستند له، وما أخفره أو يعني أخفاه وما أبهمه فدعه. من هنا أيضا في قصة إبليس، ما هو اسمه؟ هل هو إبليس؟ أكيد هو كان له اسم قبل ذلك، وإبليس يعني بعضهم يقول هو من الإبلاس وهو شدة الياس، إذن هو هذا الاسم صار صفة ثم كان علما عليه لما طبعا أيس من رحمة الله عز وجل وقضي الأمر وضع عليه هذا الاسم الجديد، فأكيد هو كان له اسم سابق قبل هذا الاسم، وبالتالي ما هو اسمه ستجد كثير من الأقوال حقيقة أنا لا ألتفت لها لأنها ليس عليها دليل وليس يعني عليها متكأ. بالتالي وقيل مأخوذ من البلس وهو الحزن المعترض من شدة الإبلاس لأن إبليس ندم، يعني أقوال كثيرة يعني، وربما كان هو هذا اسمه أصلا يعني، لكن له اشتقاقات كثيرة يعني، لأن هو كما لا يخفى أنه هو لفظ أعجمي حتى قبل خلق آدم، يعني قبل العربية وقبل السريانية وقبل اللغات كان اسمه إبليس، يعني سماه الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر، يعني حتى قبل أن يعلم آدم الأسماء، وبالتالي هذه كلها استنباطات يعني لا نعلم السبب هذه الحقيقة، وكلها محاولات لفهم هذا النص. لكن الشيطان، استخدام القرآن لكلمة شيطان غير استخدامه لكلمة إبليس، فالشيطان هو وصف يقع على كل ظالم ومتعدي يعني عات متمرد من الجن والإنس والدواب، ليس فقط على هذا الجنس يعني الذي أتباع ليس إبليس، ليس للجن فقط ليس، ولما كان صفة إبليس كذلك سمي شيطانا، يعني كل إبليس شيطان وليس كل شيطان إبليس، شيطان أعم من إبليس، فقد يكون الإنسان شيطانا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، بالتالي قد يكون الإنسان شيطان، قد تكون الدابة شيطان، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نهى عن الصلاة في مرابض الإبل قال خلقت من شيطان، يعني يقصد أن فيها صفة من صفات الشياطين، احنا هسه باللغة نقول فلان كأنما مخلوق من شيطان، لا يعني أنه خلق، إنما قيل خلق من جنس ما خلقت منه الشياطين، وقيل أن فيها من صفات النفرة والعصبية وهكذا، كما أن الشياطين تنفر هكذا، وبالتالي فالشيطان يطلق على الإنس على الجن على الدواب أيضا. قالوا لأن أصل الشيطان مأخوذ من الشطن وهو التباعد عن الخير، تقول العرب دار شطون يعني بعيدة، وقال نابغة بني شيبان فأضحت بعدما وصلت بدار شطون لا تعاد ولا تعود، يعني كونها بعيدة، أو يكون مأخوذ من شاطئ يشيط إذا هلك، لأن الشيطان هالك لغيه وشره، ومنه قول الأعشى قد نطعن العير في مكنون قائله وقد يشيط على أرماحنا البطل، بالتالي يعني يدلك على أن الشيطان هو فعل من فعل إبليس. القرآن الكريم ذكر في قصة مثل إغواء إبليس لآدم عليه السلام اللفظين في آيات متقاربة، كيف استخدمها؟ فهو ذكر امتناع إبليس من السجود جاء بلفظه، يعني إبليس امتنع عن السجود إلا إبليس أبى يعني أن يكون من الساجدين، هذا ذكره باسمه علمه يعني إلا فلان لم يسجد. أما حين ذكر وسوسته ويعني إغواء لآدم ذكر الشيطان، ليش؟ لأن هنا يريد منه جرمه فعله، يعني من يريد الفعل مجرد عن المدح أو الفعل يذكر علم اسمه يقول إلا فلان، لكن لما يذكر إغواءه وفعله وشنيع صنيعه إيش يأتي بالشيطنة، لأن الشيطنة هنا تناسبه، فكأنه هو الشيطان على الحقيقة.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. طيب. خلاص وراءها البقرة وراء بعد لما يأتي للإغواء إيش يقول؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، ما قال فأزلهما إبليس. ليش؟ لأن هنا ما يريد العلم، يريد الفعل، الشيطان يريد فعل الإغواء. فلما أراد فعل الإغواء إيش جاب؟ كلمة الشيطان. ولما قال الملائكة سجدوا إلا إبليس، هو يريد نفسه علم. هو نفسه إبليس كان، هو نفسه إبليس وهو يعني شيطان، يعني لم يكن أحد غير إبليس، هو نفسه إبليس وهو شيطان. لكن لما أراد أن يذكر علمه يعني شخصه فقط، شخصه أنه كل القاعدين سجدوا إلا هذا الشخص من إبليس ما قبل يسجد ويا هؤلاء، ذكر باسمه. لكن لما ذكر فعله، لما الآن إبليس، لا هسه الآن إبليس وين راح؟ انتقل إلى مرحلة ثانية، راح إلى فعل الإغواء والإضلال والإيذاء للآخر، فأغوى آدم وزوجته. هنا القرآن ترك كلمة إبليس، راح إلى الفعل، نعم، الشيطنة، فقال فأزلهما الشيطان. هنا ما يريد اسم العلم مات إبليس، أراد إيش؟ فعل. أراد فعله، فذكر الشيطان. ثم بعدها يعني تجد أنه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهم ما كان فيه. طبعا كما قلنا هي ليست مقيدة بالإنسان، كما قلنا شياطين والإنس والجن. أحيانا الإنسان يكون شيطان، الإنسان نفسه الذي يغوي صاحبه والذي يغوي بني آدم. وأحيانا الإعلام قد يكون شيطانا، العالم قد يكون شيطانا، الحاكم قد يكون شيطانا، الفنان قد يكون شيطانا، الطفل قد يكون شيطانا. وبالتالي هو كل ما كان يغوي فهو شيطان. هذا ما انولدنا عليه وكنا نسمعه حينما كنا صغارا، بأن بعض الحيوانات تكون أو يتلبسها الشيطان. نعم. ربط بهذا الموضوع خاصة القطط وغير ذلك، يعني يتلبسها الشيطان أو يتلبسها الجان وكذا. لا هو لا يتلبسها، لكن الشيطان يتزيأ أو له قابلية التشكل، فيتشكل بصورة مثلا قط، أجل لك صورة كلب، وهذا يعني ثابت في الحديث، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكلب أجلكم الله الأسود يكون شيطانا، والذي في عينيه كذا، وأن الأفعى كذا. فربما طبعا حتى أنه يحكى في إسرائيليات أن إيش، كيف توصل إبليس إلى آدم إلى الجنة وقد أخرج منها؟ قيل تسلق على الأفعى يعني حتى وصل، يعني رواية إسرائيلية. لكن على كل حال هو الملائكة لها قابلية التشكل، لكن الملائكة لا تتشكل إلا بصورة جميلة. في هذه الإسرائيلية يعني هذا أيضا يطرح سؤال، هو كيف وصل؟ هو لم يخرجه الله من الجنة حينها وأبقاه فيها؟ أخرجه من أخرج الجنة منها حينما لم يسجد، قال أخرج منها. طيب وبالتالي يعني أخرجه من الجنة. وكيف عاد؟ هو هكذا قيل كيف عاد؟ يقال أنه يعني عن طريق الأفعى كان يتسلق، أو قيل أو حاله، يعني المهم اختار كيفية في إيصال رسالته، عن طريق أفعى، عن طريق حيوان معين، يعني أوصل وسوسته إلى. طيب إبليس. هل كان يعني آدم عليه السلام يرى إبليس أم لم يراه أيضا؟ نعم كان يراه. هو القانون الجنة غير قانون الدنيا، يعني أنت في الجنة ترى الملائكة. طيب. وبالتالي قانون هو إلى الآن يعني سيدنا آدم هو في قانون السماوات أو قانون غير قانون الأرض، يعني لك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه ليس صفات الأرض. الإنسان في الأرض تؤذيه الشمس ويجوع ويعني يعطش، وهذه صفات الدنيا. لكن هو كان في منزلة لا يظمأ، يعني لا يعطش ولا يجوع ولا تأذي الشمس، فهو كان فيه شيء من صفات الجنة التي هي كما قلت إن شاء الله إذا يعني أدخلنا وإياكم والمسلمين والمشاهدين إن شاء الله جميعا جنانه، آمين، تكون لنا مواصفات مختلفة طبعا، لأنك حقيقة كل إحنا ذكرنا أنه عالم الذر له مواصفات، عالم الأجنة له مواصفات، عالم الدنيا له مواصفات، عالم البرزخ له مواصفات، عالم البعث له مواصفات، له قوانين، قوانينه. وبالتالي أنت كلما تنتقل إلى مرحلة تعطى، يعني ولله مثلا شلون واحد الآن يروح للمريخ أو للقمر فيعطى مركبة حتى، أو العفو بدلة يعني كاملة، فتبدلة معينة حتى يستطيع يتفاعل مع الجو، مع حرارته، مع الجاذبية، مع
وبالتالي أي إنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة الله تعالى يعطيه بفضله أيضا مواصفات معينة، يعطيه شيئا من الإمكانيات كي يتلائم وكي يستطيع أن يتمتع بالإمكانيات الموجودة هنالك. أكيد الجن سينظر لهم، الملائكة سينظر لهم كما كان ينظر لهم سيدنا آدم. طبعا كما قلنا الله تعالى ذكر أيضا المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، ليس معنى شياطين يعني شياطين الجن، لا شياطين الإنس يعني إلى كبارهم إلى قادتهم الذي يديرون العملية في قضية كيف يلعبون على المسلمين، كيف يؤذوهم، كيف كذا، فالله سماهم شياطين. فكما قلت القرآن استخدم كلمة شيطان في القرآن الكريم على الفعل في قمة الإغواء، سواء كان خرج من جن أو خرج من إنس، سواء كان خرج من المنافقين أم من الكافرين أو حتى من المسلمين الذين هم كما ذكر المنافقين الذين هم يظهرون شيء ويبطنون شيء آخر. وبالتالي كان يعني كما قلت القرآن استخدم يعني إبليس في القرآن ونبهنا يعني ألم أقل لكم أنه عدو لكم، ألم أنبهكم، ألم وبالتالي يوم القيامة أيضا يعاتب الإنسان على أنه القرآن صرح لنا بأن هذا هو عدو لنا وأخرج أبوينا، وبالتالي لابد الإنسان أن يتقي. كيف يشعر به الإنسان؟ الإنسان يجد يعني إبليس كما يذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له طرق، يذكر 7 من طرقه مثلا، فيقول أنه يأتي للإنسان مثلا فيقول له مثلا الصلاة أو الزكاة الصدقة، فيقول له إيش أنت تصلي، أنت تعبان، تقعد ارتاح كذا، يعني هذا يشعره كل واحد منهم، أجلها فد شوية كذا، فيقول يعني يقول إذا قال له لا يعني الصلاة على وقتها وكذا وكذا، قال طيب أنت عندك مشغول استعجل بها، يقول إذا إبليس هكذا هو يعني فنان، يعني هو إذا ما قدر يضيع الصلاة عليك 100% إيش يسوي؟ يروح يتلف عليك شيء منها، فيقول لك أنت مستعجل تصلي بسريع على السريع، صلي كذا لأن أنت عندك شغل وعندك كذا، يقول لك هو ما قدر يعوف الصلاة يعوف أو يترك الصلاة كلها 100%، فش راح يسوي له؟ راح يخليه يصلي صلاة مهلهلة تعبانة. قال الآن شلون كذا، يقول إذا قال له أنا لازم هاي الصلاة لا تقبل مني إذا كذا لازم بخشوع، يقول قال خلاص صلي يعني بس أنت ما شاء الله عليه كيف تصلي هذا الخشوع وأنت كذا، يقول ما زال لي حتى العجب فيعجب يعني بأنه العجب متلف للعمل، يعني يقول لك شوف أنت بعدين الرياء يعني إذا واحد قاعد يقول له شوف فلان ده يباع عليك يعني شوية كثر بالخشوع شوية صوتك كذا كذا، وإذا إمام شوية صوتك كذا، وتدري يعني أكو قضية حقيقة خطرة جدا، يعني هل تعلم أنه أعظم حجاب بين الإنسان وربه العبادة قد تكون، والعلم علم الشرع قد يكون أعظم الحجاب بين الإنسان وربه. كيف يعني؟ يقول الإمام الغزالي هنا كنا نعصي الله. أحيانا العبادة نفسها تكون حجاب بينك وبين الله، لأن لما تعتقد أن العبادة أنك سويت، هذا من طرق إبليس. يعني أكو كتاب لابن الجوزي كتاب راقي جدا حقيقة في أعظم من فضح إبليس في هذا، سماه تلبيس إبليس، هو أنه أحيانا العبادة يتصور الإنسان أنه هو أدى العبادة قام بحقها فيستغني بها وكأنه صاحب منية على الله، أني قاعد أصلي، أني كذا، أني الصلاة ما أدري شيء، وأني أني هاي الحكي إحنا نشوفه دائما. وفعلاً إحنا شنو نصلي ونصلي ونصوم وإحنا كذا. نعم نعم. قال يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بعابد عبد الله 70 سنة حتى تفطرت قدماه. الله. فقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال أي رب أدخلني الجنة بعملي. أنا ما قصرت 70 سنة أصلي وصوم وما أحتاج جاي. فقال أدخلوه بعملي، خلاص هو بعمله دخلوا بعمله، بس حاسبوه شوية شوفوا إيش عنده. يعني يقول فحوسب على نعمة البصر، الله انطاك نعمة البصر تباوع، شنو المقابل أنت شنو طيتني مكانها؟ الله. يقول فحسبت عبادة 70 سنة ما ساوت جزء من هذه النظر، 70 سنة الله انطاك نظر، هسه اذا تنباع بيش تنباع ما تقدر بثمن، زين هذا ما حاسبتك على العافيه، ما حاسبتك على 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 خلاص على نعمه واحده. قال يا ربي ادخلني برحمتي، قال ادخلوه برحمتي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنه الا برحمتي،
قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأنت من تحسبها يقول قال يا داود اشكرني حق الشكر. قال كيف أشكرك والشكر نعمة تستحق أن أشكرك عليها؟ الله. يعني الحمد لله هي نعمة، لازم أقول الحمد لله على الحمد لله. وبالتالي كان هذا أيضا من فضل الله تعالى على الناس. نعم. ننتقل إلى أن الله تعالى كما قلت حين جعل الرحمة للإنسان في هذا الباب أراد للإنسان أن يصل إلى هذه الحقيقة، هو أنه إبليس يغويه ولكنه هو يستمر على طاعة الله عز وجل وعلى فضله. طيب شيخ قبل لا ننتقل غير الموضوع، يعني كثير من الشيطان أيضا وردت في آيات مباركات عند الله سبحانه وتعالى من ضمنها وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، هذه تقريبا هي أيضا مشابهة لآيات يعني ولما خلوا إلى شياطينهم. كيف يمكن اليوم أن نعرف أن الشيطان أيضا متدخل في مسألة النسيان أم فقط الإمهال للقيام بالأعمال العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا، هو الشيطان طبعا له كما قلت إحنا من تلبيس إبليس، يعني ابن الجوزي هذا كتابه طبعا راقي جدا. ماذا كان يقصد أيضا في سورة الكهف يعني في مثل وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره؟ الشيطان أحيانا له كما قلت هذا يحكى من الطريف لا أعلم مدى دقته، لكن يذكر من باب الروايات في التأريخ، يقال أن شخصا جاء إلى إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رضي الله عنه فقال يا إمام نسيت مكان عندي فلوس ضامن ونسيت وين ضامن، فيعني أكو دعاء أكو شيء. قال له اليوم إن شاء الله وراء العشاء ظل صلي يعني صلاة الليل ظل صلي إلى أن هسه هي أنت تندلها. والله فعلا هو دا يصلي دا يصلي، إبليس بطل ما بطل ما أعرف شو ما قافل هذا على الصلاة، تدري ما أبو حنيفة. وقال له بعدين إبليس إيش قال له؟ فدلاه هو أنساه، لأن الشيطان وشنو ينسى الشيطان كثرة يسولف لك سوالف كثيره ايضا، يخلي في بالك تصفن وكذا تروح من بالك، يعني نقول احنا يصفن وكذا يعني يدخل في بالك الامور الكثيره. يقول فهو الصلاه ذكر عاف الصلاه وراح شغله واحد يشتغل يقال لي من فطنه سيدنا ابي حنيفه. يقول فجاء صباحا فقال له يا امام يعني الحمد لله لقيت. قال ليش بطلت الصلاه؟ يعني هسه انت الله من عليك ولقيتها ذكرت يكمل القيام إلى قيام الليل إلى نهاية الفجر وكذا. شاهد أحيانا الإنسان هو ينسيه الشيطان وذكر ربه. ذكر ربه شنو يعني؟ أنا هاي مجربها أحيانا، مرات مثلا عندي ورد معين فأقول يعني الورد شنو؟ الشيطان نسي خلاص أنا عندي ورد لازم أسويه مثلا. سبحان الله يعني أحيانا تجربة ويا نفسي ويا نفس الشخص، يعني أحيانا يسويه الشخص فكأن الذكر مو الذكر أبو خمس دقائق كأنه سنة ما ساعة. صحيح ما يخلص. صحيح. يعني أنت تسبح دق الموبايل، أنت تسبح جت سالفة ببالك، أنت تسبح صار كذا كذا جت شغلة ببالك نسيت الموضوع تروح وأنت بعدك ما مكمل تسبح. وإذا يعني سبحان الله لما تستعين بالله، لذلك واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت، من تذكر الله إبليس راح يخنس فراح تتذكر. واذكر ربك إذا نسي. فكأن دواء النسيان كما يقول العلماء هو ذكر الله تعالى، فإذا ذكر الله تعالى زال عنه تبعات الشيطان وتبليس عليه فيتذكر، على عكس الغفلة الأولى. فالغفلة أيضا من الشيطان أنه يتعب. ذاك يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الله إذا ما عانك الشيطان سيتولاك وبالتالي سيكدر عليك سيتلف عليك. يعني هو إبليس كما قلت لك له مداخل، يعني حتى إذا ما قدر لك يقول لك عوف الذكر، أنت عندك شغل مثلا، أنت قلت له لا عندي ورد ولازم أخلصه، يقول لك خلاص كذا استعجل. أنت مرات تذكر الله وما تشعر بالمعاني، يعني سبحان الله الحمد لله مجرد أرقام ملاحظها، يعني من سالفة ببالك إبليس يجيبها. أحياناً أنت كملت الورد 100,000 وإذا فقط ما بس أعداد. طيب هو شنو المعنى؟ صحيح أنت تؤجر لكن لا شيء ولا واحد بالمليون من أجر أنه أنت تشعر بالمعاني. الحمد لله تستشعر معاني الله وفضله وكرمه ولا إله إلا الله توحيده
لا يقارن التذكر والذكرى مع التلفظ مع تجرده منها، وبالتالي هذا من طرق إبليس في إغوائه للشيطان. طيب هذه الحوادث كثيرة وصلت، يعني وأنساه الشيطان ذكر ربه، هذه حدثت مع النبي الله مع يوسف. صاحب سيدنا يوسف. موسى لا موسى قال وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. أي هذه الآية. نعم. لكن سيدنا يوسف قال فأنساه حينما كلم سجين له كان أن يخرج. هو في موضع عن العفو. نعم هذه الموضوعين. وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره هذا صاحب سيدنا الكهف. موسى. نعم. نعم. والآية الأخرى واضحة سمعت الشيخ وأنساه الشيطان. نعم. ذكر ربه، يعني هذا تبين أنه الشيطان فعلا يداوم على يعني بقاء الأنبياء في مكانهم وأذية حتى الأنبياء في مثل ذلك الحين. فكيف إحنا يعني اليوم في مثل مجتمعاتنا وإحنا أقل منزلة ومرتبة بكثير من الأنبياء الذين هم محصنون وارتباط مباشر مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني هو قطعا هو قضية هم مهمة، يعني هو العلماء أيضا يذكرون أنه يقولون سيدنا يوسف عوقب بهذا الشيء. كيف يعني؟ كيف؟ أنه سيدنا يوسف كان يقال أن الأنبياء كما قلت إحنا مرة ذكرت أن عليه أن يصبر، عليه أن لا يلتجئ إلى غير الله، أن حسنات المقربين أحيانا أن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين، يعني ما كان هو حسنا لغير الأنبياء قد تكون سيئة بالنسبة له. هو يقال أن سيدنا يوسف ما كان له أن يقول له اذكرني عند ربك، كان عليه وهو المحسن وهو الذي هو مقصد لما قصدهم ودلهم على التوحيد وألا أن الله هو الفاعل في الكون وأنه هو الملجأ، فكان الالتجاء خالصا لله تعالى. وبالتالي هذه قضية مهمة جدا، أنت من تتكئ للناس الله يوكلك للناس. تقول السيدة عائشة رضي الله عنه في الحديث الصحيح لما طلبها معاوية بنصيحة فكتبت له يعني كلام طويل بسم الله والحمد لله إلى أن قالت يقول من طلب رضا الله بسخط الناس، من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليه. لما أنت تطلب حاجة من الناس، يعني لما قلبك يتطلع أن فلان الملك، فلان المسؤول، فلان القوي يمكن يعينك بشغلتك، وأن فلان الغني يمكن يعينك ويناوشك شنفليس، أن فلان الكذا يمكن يتزعلك وكذا، الناس العاديين ربما تمشي وياهم هذه القضية، الله يعني لقلة علمهم وقلة إدراكهم يمشيه لهم إياه. بس الإنسان من يوصل إلى مرحلة عالم أو نبي أو مخلص هذه الأمور ما تليق به. لذلك انت شوف قصه سيدنا ترى يوسف. طيب سمعت الشيخ، يعني انت الان انت حسستني موضوع انه احنا ما نقدر نستعين بشخص حتى حي. لا لا لا، استعين، المهم ان لا قلبك، القلب، انا ما احكي على الجوارح. طيب كيف افصلها اليوم؟ انا مثلا عندي فد معامله معينه، وهذه المعامله ما تمشي الا اتصل بشخص فلاني، سيد فلاني، قائد فلاني. كيف حتى يمشي لي الامور؟ تمام. هسه راح اوصل. طيب بالتالي القلب لما يتعلق بغير الله عز وجل من قبل هذه النخبة يصير إشكال. شوف يعني عندنا احنا، شوفوا قصة سيدنا يوسف، هو يعني هاي الامتحان مو بسوة، امتحن أبوه وجده بهاي القضية. سيدنا إبراهيم من منهم نجح؟ أي هسه أقول لك كلهم نجحوا. سيدنا إبراهيم بس شلون النجاح؟ شوف شو خشنا. سيدنا إبراهيم حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن يعني ويا سيدنا إبراهيم من تقرأها يعني ما مدلل، يعني فد شيء خليل الله يعني واتخذ الله إبراهيم طبعا. زين لما جاء إلى ابن جاء، تدري ابن وهو فوق 80 وابن جاء وكذا وشافه يلعب قلبه تعلق فيه، هذا قلب الأبوة يعني. لكن لا ينبغي لسيدنا إبراهيم الذي هو أمة وهو أبو الأنبياء وهو الذي يعني محرابه وهو لقدوتهم وهو أن يتعلق قلبه بغير الله. الله إيش قال له؟ اذبحه. وليش قال له اذبحه؟ حتى يطلع من قلبك شك وحبه. إلى أن وصل مرحلة الذبح هو خلص، بعد خلص هو يعني الله وصل لمرحلة الذبح وشده ووضع على الكذا وانتهى بحيث هو خلص يعني طلع من قلبه، عندها فداه بذبح عظيم، عندها خرج يعني ذلك
ذلك الشوق التعلق التعلق المفرط هو الحب ما بيشي يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يحبه وهو خليل الله وهو حبيب الله، لكن اكو حد لما تتعلق به زياده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اولاده، والله تعالى اعلم في هذا الباب. سيدنا ايضا سيدنا يعقوب لما تعلق باولاده، مو اولاد الاولى، اولاد الثانيه بنيامين وسيدنا يوسف، الله ايش امتحنه؟ اخذ منه يوسف واخذ منه بنيامين، وبيضت عيناه من الحزن وكذا الى ان خلاص وصل مرحله خلاص نقى قلبه فارجعه لهما. بالتالي هذا انه لما سيدنا يوسف سال، كان بعض معه السجين قال اذكرني عند ربك، وكان قضية العلماء أيضا في باب الدعاء الأنبياء عموما يقول لك لا تدعو اللهم ارزقني من هاي الشغلة، ولا اللهم زوجني هاي المرية، ولا اللهم وفقني بهاي الشغلة، لا قل اللهم أسألك التوفيق، أسألك الرزق، أسألك امرأة بنت حلال طيبة، أسألك زوجا كذا. لا تسأل هذا، أنت ما تدري هذا زين لك لو مو زين. العلماء يعلمون هكذا، حتى دعاء الأنبياء مرة فصلت بها، لا يمكن أن تدعو شخصنا، لا تدعو عام. جبتها على قضية كيف أنا بالمعاملة. الآن أنا وياك نروح ناخذ دواء، هذا يأخذ براستول، هذا يأخذ براستول، هذا يصير زين وهذا ما يصير زين. ليش؟ هي براستول نفسها والكفاءة. قال لك لأن الله تعالى جعل الأسباب واحدة ولكن جعل الشفاء بيده. أنت أخذ الدواء ولكن الشفاء بيد من؟ بيد الله. أنت تفتح محل للشغل وبصفك واحد يفتح محل للشغل، هذا يبيع باليوم مليون دينار، هذا يبيع باليوم بمئة مليون، زين هذا ليش وهذا ليش؟ هذا رزق. أنت اثنينكم دا تسعون ونفس الإمكانية ونفس الكفاءة ونفس البضاعة، ليش هذا يبيع وهذا ما يبيع؟ ونفس الاستقبال ونفس يعني لأن هذا الله رزق. إذا أنت تسعى توفيق من الله في كل شيء، أنت تأخذ الدواء والشفاء من الله، أنت تسعى للرزق والرزق من الله، أنت تسعى بالمعاملة وهذا يسعى بالمعاملة، الدراسة هذا يسعى بالدراسة نفس الوقت يبذله، هذا يقرأ له عشر ساعات هذا يقرأ له عشر ساعات، هذا وفق الله عز وجل وصل مراتب عليا، هذا ما وصل. بالتالي الكل يأخذ وكل الناس يغدو، كلها تأخذ بالأسباب، لكن إدراك النتائج بيد الله. بيد الله. وبالتالي احنا واجب عليه، قال ايش اعمل؟ قال اعقلها وتوكل. فاحنا ناخذ بالاسباب وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اول شيء ولذلك قال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، مو تقعد وتجيها الرزق، تغدو تطلع من الصبح تغدو خماصا تطلع جوعانه وتعود بطانا ترجع شبعانه. فاذا هي سعت، يقول لك تترزق مثل الطير، روح اسعى، لكن الرزق الله ما يرزقك انت قاعد، لكن اسعى والله يرزقك. بالتالي انا اقصد انه انت اخذ الاسباب كلها، ولكن الاشكال لما اني اسعى وقلبي متعلق انه اقول والله هذا الدواء راح يسويني زين، او هذا الشخص راح يمشي لي، راح اشفى، هذا راح يمشي لي معاملتي، والله هذا راح يسوي لي هذا الشيء. قلت تغتفر في العوام في البسطاء في الناس البسيطه، يجوز الله يمشي لهم اياه، لكن في الخلاص في الزبده ما تمشي لهم يا لو ما ادري ما تمشي. اذا يعني عليك الان ماذا نفعل سمحت الشيخ؟ يعني ماذا يفعل الشخص اذا كان بصيرا بمثل هذه الامور الحساسه؟ هل هي حساسه فعلا عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الله. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى الله ينظر الى قلوبنا، يعني الله يباوع حتى بالدعاء. يعني هسه تدعي الله عز وجل، الله ما يباوع واحد يبكي وكذا الله ما يباوع عليها كلها وكذا وما الله يباوع الى قلبه، قلبه وين دا يباوع؟ لذلك الله عز وجل يستجيب للموقن قلوبهم، او يقول لك ايقن بالاجابه، يعني قلبك الله يباع القلب دا يباوع عليه. مره ذكرت قصه سيدنا موسى لما مر براعي ويبكي وقال لو كانت حاجته عندي لقضيتها، قال انه يدعوني وقلبه عند غنيماته، يبكي بس قلبه وين؟ الغنم راحت، الغنم جت، الغنم راح تروح، الغنم راح تضيع، هو والله وذا يبكي يعني وذا. بالتالي كيف يدركه؟ هو الانسان يمشي بالحاجه بالمصلحه ويقول ربي اريد منك تسوي لي اياها تفضها، ما تباع على هذا. شوف سيدنا موسى فرعون يذبحه، فرعون يذبحه، امه سوت
الله شو يعني هسه ادراك النجاه انه يقولها ضميه مو ايه نعم. القيه في اليم هسه مو راح يعني هسه خليه الفرعون يذبح يعني اذا ما موت فرعون راح يموت البحر البحر فالقي يقولها فالقيه في اليم الله. ماشي فرعون مو فرعون انت تخاف من مين تخافين تخافين من فرعون لا يذبحها انا ايش راح اسوي لك راح اخلي فرعون نفسه ياخذه ويربيه ويدلله ويربيه ببيت الملوك هو يريد فرعون جاي يذبح الابناء يعني هو دا يفتر عليهم دا يذبحهم مو تمام فجاء لفعل الذبح الله تعالى قال له اذا وذاك التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا هو شلون يكون لهم عدوا لا هو يكون ليكون لهم ابن قرة عين لكن الله دا يقول اخذوه يربوه بس النتيجه ايش يسموا لام العاقبه العاقبه والنتيجه سيكون عدو لهم فاخذ فالله يقول هالام فرعون الام موسى راح اخلي فرعون ياخذه الذي هو يريد يقتله وخليه يربيه ويدلله شلون كبعض ابنائه ورجع عيلك ويكون يعيش في بيت الملك هذا هذا يعني منتهى ان الله تعالى العدو احيانا يعني احيانا يكون انت يكون اكثر اخلاصا من غيره لان الله يريد لان رب العالمين سبحان الله قائد هداه لهذا الامر الله سبحانه وتعالى انا مجربها بحياتي احيانا شخص يريد لي الهلاك الله يجعل نجاتي على يدي ورجل يريد النجاة يجعل جزء أذيتي علي بالتالي أنت ما تدري يعني الله إيش ده يقول لك رسالة الأمر كله بيدي يعني الأمر بيد الله عز وجل الله عز وجل مرات ينقذك واحد تعتقد الهلاك هذا راح يهلكك لكن تجي تلقى قلبه مختلف 100% وإذا هو يريد يساعدك زين هو هذا عدو واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء واعلم هذا إذا ما علم يعني اذا هذا هاي سوالف احنا شوف احنا مشكلتنا احنا ايماننا ضعيف والا هذه لو واحد يخليها لافت قبالها واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك يعني هذا الخير راح للمحل اللي بصفك وهذا الخير راح للموظف اللي يمك وهذا الخير راح بصفك واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وهذا البلاء الطلقه اللي جت بصفك لو الامه كلها تغيرها المسار ما تتغير وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك هذا الخير اللي أصابك لو الدنيا تفزع كلها توديه لغيرك ما يروح وهذا البلاء الأذية المشكلة الجتك تقول والله لو أنا متأخر شوية لو ضارب بريك لو ما أعرف شنو لو كذا لو الأمة كلها تفزع ما تغير شيء هذا من تخليك بالك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم هاي الأمة كلها لو يحرفون شيء خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف كان ارتاحت أعظم راحة للإنسان هو أن يجد هذه هو الإيمان بالقضاء والقدر ولذلك الخلاصة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك خلي علاقة ويا الله عز وجل الله يقلب لك الأمور كلها يغير لك المسارات كلها يعني الدنيا كلها الله عز وجل أهون عليه من أن يعني يخلف وعده مع مؤمن فينجيه من كربة أو ينقذه من معنى الأمر كله بيده لذلك احنا ذكرت مال يعني فابليس هي عباره عن ترى ابليس كل دوره في الحياه وسيله. الله عز وجل جعله محنه لذلك المخلصين الا عبادك منهم المخلصين. من جاء سيدنا يوسف ما قدر له بالاغواء من اقبلت عليه ما استطاعت ان تغويه. بالتالي ابليس الا عبادك منهم المخلصين اصلا هذول ما قدر اجيهم. هؤلاء الذي يعيش بهذا الشعور وهذا الاخلاص مع الله تعالى ابليس يسوي يمه؟ ما يقدر يجي يمه. وبالتالي حتى انه انساه ما انسى سيدنا موسى، انسى صاحبه. بالفعل. يعني في قصه مع الخضر. نعم. قال يعني اتنا غداءنا لقد لقينا سفرنا هذا نصبا. نعم. قال ارايت اذا وينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وانا اذكره فاتخذ سبيله في البحر. بالتالي انسى صاحبه ولم ينسه. سيدنا موسى مثل سيدنا عمر يعني شوي شديد. شديد اذا سلك فجأة سلك الشيطان فرعون. ربى فرعون. لا هو يعني تركيبته يعني سيدنا عمر لما دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الصحابيات فقعدات شوي يعني ماخذات راحتهم بالقعده ويا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل سيدنا عمر فسمع صوته استاذن يدخل النبي فاذا بهن يبتدرن الحجاب يعني شلون احنا نقول الستر الزائد وكذا وكذا فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك فسيدنا عمر قال يعني ما اضحكك يا رسول الله قال يعني هبنك يعني خافا منك
وأنا رسول الله ما يعني كان ماخذ راحة. فعاد عاد يقول يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إنه إنه رحيم ولكنك فظ. يعني سيدنا أنت شوي شديد. فعاد هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. فطبيعة يعني هو طبيعة من هيش واحد حتى بيس يخاف منه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والله بقت دقائق قليلة يعني سماحة الشيخ، ما أعرف يعني إذا أريد أسألك أكو مسألة أخرى عند الناس اليوم كانت تداول لعن الله إبليسك وكذا 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 من هذه الأمور، يعني أصبح الآن واضح عندنا بعد هذه الحلقة أنه إبليس شخص معزول تماما، سمي بهذا الاسم، أي فعل ممكن أن نطلق على الإنس والجن وحتى الحيوان هو الشيطان. إذن الشيطان هو صفة للمسيئين. نعم. طيب وإبليس هو اسم علم. نعم. هذا ممكن أنه هذا استخدام القرآن له، لكن الشيطان كما قلنا يستخدمه. أما اللعن ذكرت جزاك الله خير مسألة مهمة جدا. اللعن لا يجوز في ديننا. أم استعواذ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة هذا مأمورين به، فاستعذ بالله. بل أنه بعض العلماء قال الأمر هنا للوجوب، على الأقل إنسان مر بحياته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هو الإنسان يستعيذ بالله عند بداية القرآن والنص ورد في ذلك، وكلما نسي شيئا تعوذ، ودائما يستعيذ بالله لأنه شنو أعوذ يعني احتمي يعني دخيلك ربي من الشيطان، فكأنه يحتمي بالله عز وجل. قضية اللعن لا يجوز، لكن الاستعاذة واجبة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا صيغ متعددة العلماء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، أي صيغة يعني، أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد. فالتعوذ بعمومه هذا مقبول، يعني هو يعني الاستعانة بالله، الالتجاء لله. لكن اللعن لا إحنا في شريعتنا لا يجر إنسان، يعني لو قال لعنة الله على إبليس، طبعا هو عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن لا تؤجر أنت على اللعن لأنه أنت غير مأمور. لذلك حتى لعن يزيد لا يعني غير محبب عندنا، أنت إذا لعنت منا الباشر أنت ما راح تؤجر عليه. الله سبحانه وتعالى الله هو يحاسبه. هو ظالم نعم، هو مجرم نعم، كذلك أي ظالم. الآن إذا أشوف ظالم شو أقول؟ أقول لعنة الله على الظالمين، ما أقول لعنة الله على هذا. ليش؟ إحنا لا يجوز عندنا تكفير المعين ولا لعنه، يعني ما يجوز اللهم لعن فلان. ليش؟ يقول لك ما يجوز باشر يختم له على التوبة. يعني هسه إذا شفت واحد ظالم يمشي بالشارع يعصي أو عاصي أو مجرم، هو ردة الفعل. سمعت الشيخ اليوم كثير من الناس عندما ترى ظالم يلعنوه لأنه واصل وياهم إلى مرحلة أنه اللعن هو أقوى صفة أو تعبير يقول الإنسان على شخص ظالم، فلذلك هو هذا المعروف عندنا اليوم بالمجتمعات. فلذلك عندما يقول عليه اللعنة أو لعنة الله على فلان وفلان هو من هذا الباب. جزاك الله خير سمعت الشيخ. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من أسرار التنزيل، كانت حول إبليس والشيطان، ولكن في الختام ربما هنالك الكثير من الشياطين من الإنس، هم أكثر فتكا وأكثر جرما وظلما حتى من الجن ومن إبليس، والله أعلم. كثير من القصص التي نشاهدها ونسمعها ونراها في مجتمعاتنا هي نابعة من شيطنة الإنسان للآخرين، وهي نابعة أيضا من خلال الجرم الذي يرتكبه شياطين الإنس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وعنكم كل مكروه، ويحفظنا وإياكم أينما كنتم. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، نلتقيكم في حلقات مقبلة بإذن الله من أسرار التنزيل. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.